Ujung kusur aku kok. Muka surat 5 blok tak. Ayat surah Ali Imran. Ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوني يحببكم الله. اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن والله غفور Hmm. Teruskan. Qul ati'u Allah wa Rasul. Dekat sikit dengan mic tu jauh. Yes. Qul ati'u Allah wa Rasul. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران
الشكران على العالمين ذرية بعضها من بعض ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعت قالت رب إن فلما وضعت قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت قرأ فالله أعلم والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. Satu lagu lagi. Apa lagu? Tiga boleh tak? Boleh. Saya tak jamin. Boleh. Okay. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم
وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم فاتي سنجي kenapa فات فاتي pusing kan شكرا لك شكرا لك betul masih tak? Iya, masih. Sila Haji Zaharuddin. Najmuddin pun sengit juga. Najmuddin, betul kan? Ah, tu baru betul. Macam mana tu? Saya pakai komputer, saya tak tahu. Sila Haji Zaharuddin. Kau soal apa? 94, Ustaz. 94, sila. Ayat 100. Okey, sila. Kasih apa baca dah? Ayat 100 Ustaz. Tak baca lagi? Ayat 100 tak baca lagi. Bawa. Okey, sila. Alhamdulillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ kalau يَخْرُجْ panggil orang panggil beranak kena mati mula يَخْرُجْ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ يَخْرُجْ قَلْقَلَهْ يَخْرُجْ jangan يَخْرُجْ Tuncah berangin kita asyik. Yakhruj. Wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut. Thumma yudrikul maut faqad waqa'aj. ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ tum ay yaftinakum alladhina kafaru nah, in khiftum mati mula in khiftum falaysa alaykum junahun فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين
kana khasima. Okey. Nak baca esok kau main kutbah? Cuba boleh Ustaz? Sebab minggu ni ada 5 minggu. Tak apalah minggu ni pun tak apa, minggu depan tak apa. Minggu ni tak apa. Tak apa, baca dulu esok tengok lagu mana dah. Okay. Kita set dulu esok. Okey, sila Fadilah. Sang selitaran. Fadil nak cakap mana Fadil? Tak buka mikrofon. Muka 388. 388. Sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل قال عسى ربي أن يهديني يَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ رُسْكَ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ Sepanjang tu yang tak buat kita tahu, kita boleh. Kalau ayat pendek boleh lah kita. Walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yas'un ما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد عليه أمة من وجد عليه أمة من الناس يسقون
يشركون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي. فقال رب بإني لما أنزلت إلي من خير فقير. فقال ربي إني لما أنزلت. فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي تمشي على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك. تمشي على استحياء إن قالت. Ente tak pernah dengar Mustafa Ismail baca? Pernah lah kan? Tamshi ala... Ni saya copy je ni. Tamshi ala stihiyya in qalat
إن أبي يدعوك تمشي على استحياء. Tukar je tu. Dia tukar dia. Datuk guru saya Datuk Nik sebut, Ustaz Nik sebut. Antara kemahiran bertaranum ni kita tukar suara. Daripada tinggi rendah. Tamshi ala istihya. In qalat ti ala istihya. إن قالت إن أبي يدعوك. Tapi bukan semua tempat boleh buat lah. Tempat yang ada huruf-huruf jahri macam tu boleh. تمشي على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أجر ما سقيت لنا. أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف. انت baca ayat ni saya Mustafa je lah. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف. فلما أنت بعتي. فلما جاءه فلما جاءه وقص عليه القصص خف قال لا تخف. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف. Kita tak nampak suara. Tak apa. نجوت من القوم الظالمين. نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر. قالت إحداهما يا أبت استأجر. Kita kena buat jaharkah ni kena betul-betul tidak jadi macam Melayu. قالت إحداهما يا أبت استأجر. قالت إحداهما يا أبت استأجر.
يستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي على أن تأجرني أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم. Sila Zamsu.
إِنَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قال إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض إنها بقرة إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تختمون. Yang tepat, kah nipis. Tak. Tak. Ini lagi tepat. Tak. Macam nak jadi kof pula. والله مخرج ما كنتم تختمون. فقل اضربوه ببعضها. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة فهي كالحجارة فهي كالحجارة فهي كالحجارة بدها تقول فهي كالحجارة. فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. وإن منها لما يشق. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ إِلَى Hamzah jangan masuk tekok lah jangan masuk tengok jadi Ain macam nak jadi Ain Jaga Hamzah ni dia bawah I. Suara tu dia nipih dia. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu antu hatti
عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. شاي علي صدق شاي علي صدق شاي علي شاي كسم قص شاي أبغى بيجي كده أولا أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. حبيبي شتو صدق الله العظيم. شيلة سلمى وسلمى وسلمى mana ni? Puan Salma buka mic, buka mikrofon, buka gambar. Kau tidur. Najmuddin sila. Usah sebelah sah. Oh sama, ayat sama. Sama tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha 'alaina wa inna قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث إلا لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون. Jangan muncul ke kum, tarik sikit. Kuantum. 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 Muncul dulu. Kuantum. Tarik. Kuantum. Kuntum takdumun. Fakulna adribuhu biba'diha. Kazalika yuhyillahu. Yuhdaskan. Kazalika yuhyillah. Ha. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء
وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعمل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا فهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا وإذا خلا بعض قالوا أتحدثون قالوا أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العظيم aku tak kena sambung ke tu ya dia ayat tu kambung makna dia bersambung awala ya'lam tidakkah mereka mengetahui. Takkan kita nak mula nanti awala ya'lamun. Ya'lamun nak pergi ke mana? Mereka tu siapa? Kan? Apabila kita wakaf boleh. Cuma apabila kita nak mula nanti. Kita nak mulakan apa? Ibtidak nanti. Dalam semayang gitu juga kalau jadi imam kan. Nah, kalau terawih lah. Saya suka hati terawih. Kalau wakaf mula awala ya'lamun. Asah orang tu tak tahu bahasa. Takkan nak buat wakaf situ. Wakaf pula. Ibtidak mula tu. Sila. Puan Salmah sila. Puan Salmah sila. Leh masuk. Faham. Okey. Kita sebenarnya dah selesai tapi Ustaz Wan tu dia nak buat pihak bacaan petang tadi. Kalau sesiapa yang rasa busy, ada nak tidur atau penat dah boleh left lah. Tapi kalau nak terus pun boleh. Ustaz Wan nak sambung sila Ustaz Wan. Habiskan bacaan yang petang tadi. Surah Yusuf. Okay. Kalau nak tidur pun boleh tidur jaga anak. Selamat mendodoi. Selamat. Assalamualaikum. Tak buat sambung. Siapa nak leh boleh leh tak apa.
Tamat dah boleh. 242. Wa ma ubari'u kan? Sila. Ni baca ayat petang tadi tak sempat habis tadi. Maghrib azan maghrib. Satu makra' lah. Satu robok baca. Ada 10 minit lagi tadi. Sila. Wa ma ubari'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa qala al-maliku ituni bihi astakhlisuhu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladayna makinun amin. Qala ij'alni ala khazain. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيته جعلوا بطاعتهم في رحالهم وقال لفتيته جعلوا وقال لفتيانه جعلوا بطاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون إذا انقلبوا لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجمون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا
ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله شيء إن الحكم إلا لله عليه توكل من الله من شيء من الله شيء سلام وما أغني هذا من tinggal من شيء وما أغني ada tinggal ada sebut dia baca balik wama أغني وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيته
فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم صدق الله العظيم.